في مثل هذا اليوم 23 من جماد الآخرة عام 1040 للهجرة، بدأ العمل في عمارة الكعبة ببنائها الأخير والحالي، وذلك في عهد السلطان العثماني مراد الرابع. وفي مثل هذا اليوم من عام 1373 للهجرة الموافق لعام 1954 للميلاد، ولد الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، وهو الرئيس الثاني عشر من رؤساء الحكومة التركية. ولد في اسطنبول وأمضى طفولته المبكرة في محافظة ريزا على البحر الأسود، ثم عاد مرة أخرى إلى اسطنبول وعمره 13 عاماً. نشأ أردوغان في أسرة فقيرة الحال، درس في مدارس إمام خطيب الإسلامية الدينية، ثم تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة مرمرة. انضم إلى حزب الخلاص الوطني، ثم أصبح عمدة لمدينة اسطنبول، وبعدها سجن لمدة 10 أشهر لبعض الأبيات الشعرية الإسلامية التي قالها. أسس حزب العدالة والتنمية عام 2001، ثم استلم رئيس وزراء تركيا، وبعدها أصبح رئيساً للجمهورية التركية. استطاع خلال مسيرته السياسية أن ينهض بالدولة التركية نهضة قوية أذهلت الشرق والغرب، ورفع بلاده إلى قمة أقلقت الغرب وأرعبته فهبوا لمحاربته، وما زال قائماً على رأس عمله في رئاسة البلاد وحكمها.